بالنسبة إلى ناطق الألوسي، فن النحت ليس مجرد مهنة، بل هو حياته. ويقول ناطق إن الفن جمال وسلام ورقي، وأنه لا يجد للخلود معنى إلا في الآثار القديمة ومن ضمنها المنحوتات، لذلك اختار هذا الفن. مهما كان حجم المنحوتة، يبدأ ناطق برسمة بسيطة ومن ثم يبدأ بالبناء، لمسة بسيطة ولكنها قد تأخذ بعد ذلك وقتا طويلا. أما التقنية فما زالت هي نفسها منذ أن بدأ الفنان بالنحت في صغره، وأفضل مواضيعه هو الحصان، فهو رمز للقوة وتراثه العراقي. الفن بالعراق هو عاش جزء من عائلة الألوسي أوجه في فترة حكم صدام حسين، ولقد رأى صدام قيمة في المنحوتات لأن التماثيل العملاقة غير قابلة للتكسير، كما أنها تمنح الانطباع بقوة القائد. ناطق كان من بين الفنانين الذي بنى تماثيل صدام مع السيف وعلى الأحصنة، ويقول ناطق إنه كان من المؤلم مشاهدة الفن يتكسر ويهان حين هدموا تماثيل صدام حسين عند سقوط حكمه عام 2003. ويضيف أنه لا يندم على عمله لدى صدام حسين بل يفتخر به، ويقول إن أعظم الفنانين اشتغلوا للزعماء. وأما الآن فهو يعمل على النحت مستعملا مواد مختلفة في أبوظبي، ولكنه قلق بعض الشيء، فليس هناك من يريد تماثيل كبيرة الحجم. ومع ذلك فناطق الألوسي لا يستسلم.